توا احنا مثلا هذه النقطه نتاع الجمعيات ونبيل نقول لك حاجه، احنا كحزب كحزب كتيار ديمقراطي ما يقلقني، بالعكس احنا يخدمنا وجود نبيل، نكون واضحين معك، احنا كحزب تيار ديمقراطي وجود نبيل في السباق الانتخابي احنا بالعكس احنا يخدمنا في صالحنا. علاش؟ كيفاش؟ لانه احنا تيار الديمقراطي نستثمر في الوعي. دونك ما تصورش واحد كان مش ينتخب التيار الديمقراطي مش يمشي ينتخب نبيل. نبيل ينتخب في الجهل سامحني، ويستثمر في الفقر، في الكرني ابيض فقدين. شكون المنافسين نتاعو؟ شكون يزاحم في شكون؟ يزاحم في التجمع والعائلات نتاعهم، ويزاحم في النهضه. كي ترجع انت معناتها الستاتيك تعمد على الاقل مش في المعدل نتاع الواحد، اما اللي تعمد بطرق مختلفه. يلقاو الناس تنتخب في النهضه وينتخبوا في النداء، الناس يا اما امي يا اما مستوى ابتدائي الى اخره، والناس تنتخب التيار الديمقراطي جامعيين ومثقفين. دونك احنا بالعكس وجود نبيل يخدمك يخدمنا كحزب.